دكتور، البيوت دايما بيبقى فيها مشادات بين الزوج والزوجة، ده طبيعي يعني اتعودنا عليه. دلوقتي هم قاعدين مع بعض، فبالتالي ممكن المشادات دي تحصل والاطفال موجودين. ما هو الاطفال موجودين 24 ساعة في 24 ساعة. ازاي اقدر اتعامل مع الخلافات دي قدام الاطفال؟ يعني اخبيها واخبيها ازاي، ولا ما اخبيهاش، ولا يبقى في طريقة معينة تبقى موجودة قدام الطفل، ولا ازاي اتعامل مع الخلافات في ظل وجود اطفال؟ حلو قوي. احنا يعني محتاجين نفرق ما بين خلاف، يعني خناقه ما بيننا، وما بين نقاش. النقاش محتاجين يكون عندنا لغه حوار جديده نتعلمها كلنا كاسره، الاب والام واولادهم يبقى عندهم وسيله للتواصل افضل مما كانت، وده فرصتنا. لما حد هيتكلم بالشكل الفلاني ما ينفعش انت بتكلم بابا او ماما تشوح لهم او تكلمه تقول له كذا ولا تهزر معاه بالشكل الفلاني او تتعدى، دي حدود بنحطها للبيت. لما بنوصل لمرحله الخلاف ان احنا اتنين عندنا صدام، الصدام ده يفضل يكون في الاوضه احنا الاتنين مع بعض، ما يكونش قدام ولادنا، لان وارد ان احنا في الصدام نقول اي كلام، نقول حاجه في عصبيه او حاجه مش مناسبه وندم عليها، بس انا لما بقولها قدام الاولاد بتتحفر جوه ذهنهم، فبتسيب عندهم صور مرعبه لبعد كده، بتحسسهم بعدم الامان، بتفقدهم احساس السلطه، فبتلخبط حاجات كتير جواهم. فانا مش عايز اكسر مفاهيم مهمه عند ولادنا، لان احنا عندنا لحظه غضب، فنحتوي لحظه الغضب دي بيننا وبين بعض. طب لا قدر الله ده حصل والولاد ظهروا قدامهم ده، خليهم بقى ينفسوا عن الكلام ده، يعني خليهم يشوفوكوا انتوا كويسين مع بعض، خليهم يشوفوا لحظه الحب اللي ما بينكوا قدامهم، وانت بتطبطب على مراتك وانت بتقولها كلمه حلوه قدام الولاد، عشان يحسوا ان الامان، وان بعد الخلاف الدنيا بترجع تستقر. احنا مش اعداء، احنا بس عندنا خلاف.